مشكله مدام اسماء بنتها 5 سنين و26 يوم مفيش رد، وهي طبعا القاهره. هو في رد يعني احنا بننزل التنسيقات، ما هو ده رد يعني هتخش يعني ولا مش هتخش تجريبي؟ 5 26 ممكن تستنتظر بقى معايا، لكن عشان اقول لك انها هتدخل في الوضع ده مش هتخش يا فندم، ما اعرفش الدنيا هتمشي فين بكره. لكن انا بتكلم على اللحظه اللي انا فيها والتنسيق اللي احنا نزلناه امبارح، محدش هيخش في التنسيق. طيب لا ثواني بس نسمع عشان بس مدام رحاب، مدام اسماء متابعه. طب بالنسبه لمدام رحاب اللي كانت بتتكلم دلوقتي، الكتب ما اتسلمتش لغايه دلوقتي عشان هي بتشتكي ان المديره بتقول لهم لا طالما انتم ما رضيتوش تشتروا زي اللي انا فرضته. ايه هي محافظه ايه؟ الجيزه يا فندم، مدرسه كرداسه التجريبيه. دي شكوى، دي مشكلتها الاولانيه، الموضوع ازاي هم رفضوا يشتروا ازاي، فالمديره قالت لهم مش هسلم الكتب دلوقتي. هو ده ايه ده يا فندم؟ مش فاهمه يعني. لا ديت انا يعني دي انا هرد لك عليها او هسالك استفسر فيها. احنا هنتابع ازاي؟ انا عارفه ان كل 3 سنين بمعدل 3 سنين ممكن بيتغير ازاي المدرسه. هم بيقولوا ان ازاي مش مناسب، انا مش عارفه تعليق اولياء الامور مش عاجبهم. ما ممكن مثلا اللون اللي يعجبني مش عاجب حضرتك. لا يا فندم هو واضح ان اولياء الامور كله بيقولوا ازاي مش مناسب وسعره مش مناسب ومش لاقينه في المحلات. هي قالت يبقى منين حضرتك كنت بتقولوا ان هي مديره المدرسه هي اللي فرض عليها والحته ديت ما انا عشان كده بقول لحضرتك بس حطيه في التحقيق، هو مش متوافق يعني. لكن انا ايدته عندك. تمام. النقطه الثانيه موضوع لا هي لسه بتتكلم بس في الموضوع بدا 60 طالب في الفصل لما كانوا في اعدادي كانوا فاصلين ضمهم بس. هو انا بقى مستنيه النقطه دي. طيب نرد زي ما قلت لحضرتك احنا اساسا مع ولي الامر مش ضده. لكن ارضاء الناس غايه لا تدرك. انا ما بقول انا الكثافه بتاعتي 40 كلهم اشتكوا قالوا لا احنا عايزين ندخل اولادنا وموافقين على ان الكثافه ترتفع عن كده. دي هي حاله عمليه بالفعل. لا ترتفع عن كده واسيبها لا ترتفع عن كده بقى. لا عايزينها 60 50 عشان اقدر استوعب ده كتير برضه يا فندم. دوت الاستاذ احمد بيقوله، ما هم جايين بيتكلموا في ده. طب انا هرجع لحضرتك حالا بس نسمع. فادي ولية امر هم بيقولوا احنا موافقين. ادي ولية امر جات لك ده دلوقتي بتقول لك لا انا مش موافقه. انا حاسه لا ده كده حقوق من حقوقي راحت، انا عايزه ال 40 لان انا مدخلاها مدرسه تجريبي. تمام. فاصبحت انا دلوقتي في حلقه ايه؟ ارضي استاذ احمد ولا ارضي الاستاذ رحاب؟ تمام. طب استقبل العدد ده ونيجي مع على بعض شويه بحيث ان الكثافه ترتفع، وبرده ده مش بايدي. ده قرار وزير. انا ليا ان انا بطبق قانون ال 40 وانا مش ذنبي السنه اللي فاتت. اكمل بس كده. طيب بس يعني حلو حضرتك بس نرد على الناس استاذ احمد اتكلم في نقطه قاعد معانا بس استاذ احمد تطرق لنقطه الفتره الممتده. احنا لما جينا طبقنا وفتحنا قاعات 101 قاعه السنه اللي قبل اللي فاتت كان عندنا 49 زودناهم السنه دي السنه اللي فاتت ل 101 فتحنا منهم 19 مدرسه فتره ممتده. بعد ما سكننا اولياء الامور وكانوا اولياء الامور واخدين اقرارات على نفسهم ان هم مش هيعترضوا على الكلام ده. تمام تمام مظبوط. كانوا اول الناس مجرد ما اولادهم اتسكنوا في التجريبيات وفي الفتره راحوا عاملين ايه؟ اشتكونا في النيابه الاداريه. فاضطرينا طبعا ان احنا رغبه ليهم ان احنا ننفذها فلغينا الفتره الممتده. فانا ارضي استاذ احمد ولا ارضي استاذ رامي ولا ارضي استاذ رحاب، انتوا عايزين ايه؟ وبرده بما يتناسب انا مش هقدر اتخطى القواعد بتاعتي. تمام. طيب بنوجد لكم الحلول بس انتوا مش طيب حته التحويلات بعد اذن حضرتك. اتفضلي. التحويلات حضرتك بتقولوا لي التحويلات احنا ما بنقبلهاش. لا انا بقبل التحويل بس بتقولي طب الناس ما بتخرجش لان استاذ مثلا سين راح الصف وقبل باداره الصف وهو ساكن في الدقي وقال لي لا انا هروح الصف بس سكني لي بنتي عشان هي دي السن المناسب ليها. وفق القواعد احنا اتسكنت، هو مسجل من الاول باكتر من قطاع، احنا فاتحين الجيزه على بعضها. اتسكن في الصف، جه السنه الثانيه يقول لا انا عايز احول. فلما مش عارف احولك ما احنا انت كده عملت لي مشكلتين مش مشكله واحده. انت عملت لي مشكله ان الناس الجديده انا مش عارفه اسكنهم، وعملت لي ان انت ازمه ان انت عامل لي قلق لا انا لازم تحطيني في المدرسه دي ولازم تقبلي التحويل بتاعي. فلا انا هقبل التحويل بس هقبله زي وانت اساسا وافقت من البدايه عليه. طيب اللي هو يا فندم عندي بالك بعيد مش بتكلم على حضرتك شخص حضرتك. طيب في غيرك وافق بعد كده عمل لي ازمه السنه اللي بعدها. لا انا عايز اجي جنب البيت. طب ما سبتش المكان دوت لغيرك ليه بقى يستفيد بيه؟ لا عشان انا عامل حسابي لو التنسيق نزل كان هيبقى ليه مكان يا فندم. التنسيق لو ما بينزل بيوجد اماكن يعني الناس ممكن ما تتحولش. انا لو التنسيق نزل ما انا ممكن ابقى في المكان بتاعي. انا عندي 50 مدرسه. قولي لي حضرتك اوفي ال 50 على الالوفات دي ازاي؟ وبنفتح مش احنا بنفتح. هو المشكله مش وليده النهارده ولا السنه اللي فاتت ولا اللي قبلها، ثلاث سنين وبتحل لا اكتر. هي المشكله وليد قبل كده. طيب القصه